داخل انا عندي 100 شهر يعني. توبه بقى حاش تندب بقى بقى راح تروح بين ايدينا روح شوي روح تبقى اخر توبه من بعدها توبه توبه. طيب طيب خلص ماشي عباس شوف طفي البص يا لابا قدرت حمامي. طيب خلص روح شوي انا انا هلا بدي اهر محلي روح نتفه روح نتفه انا هلا بهاللحظه بدي اهر مكاني هلا هيك بدك طلب للاسعاف لك اي اسعاف طلب للاسعاف لك حاج بزق بوجي بقى هيك بدك تقضيها نويح ودقي وعصري هيك خلص انساها انساها بقى لا اجنس انساها لا ممكن عباس شو انت اول واحد بيترك بقى قصه ما قصه ما شو اشبك وين القصه اشبك شو اشبك انت عم تنفخ باللبن وانا اللي بيطلعوا فيني البواري يا خي ما يطلع بواري انت شو القصه وين القصه القصه ما انا تركتها شو لك هي اللي تركتني عبي هي اللي حلقت لي عمل ايه تضحك تضحك روق شوي روق شوي قل لي ليه تركتك بقى قال شو بتقول شو بتقول قال انا لا ماني بالمستوى تاعها ليه بقى بنك بالمستوى قال هي خادمة قد الدنيا ايه وانا واحد خرمضة ايه كل عمره ديك المي والله انت انت يا انت بفكر حس بحالك بابا ايرو انت بتترك الناس وين الا ما تجي هيدا هي تكبلك صابوني كل عمري انا كب الصوابين للناس وين عباس الا اجت اجت هي حطت لي وزك حطت لي وزك يا عباس فهمت لك طب خليني اتغفل لا يا عمي ما تفل انا تاخرت عندي 100 شغل انا قال انا واحد خرمضة قال ما بتقبل فيني ماني بالمستوى تاعها قال اني انا انا واحد ما ما مني اتكاله بتكل على حال ما بعرف اتكل على حالي ماني ما خرج مسؤوليه ودائما باخذ مصروفي من ابويا قال انا شو قال انا بلعب قمار وبلعب بالسبق لك شو بدك فيها شو بدك فيها خلص انسيها بقى اجيب سيرتها على سينا لك يا فريد شو قصتك روق شوي انا لا منشان شو جايب لك عفوا عباس بدي اوصلك ما عفوا انا يمكن اوقات بكون اوقات بلا زود لانه هذاك ما عرفنا على الشاب عباس مين الاخ اي شاب جيب لك بقتلك اي شاب شو عم يحكي هيدا عفوا يا عمي هيدي جايب لك اياها انا لحتى تنسيك اجنس واللي فيها شو بقى طلع فيها لك سبحان الخالي شو سبحان الخالي سبحان الخالي عباس شو عفوا هيدا الشاب خنتي حاش تقول لي شاب شعراته طوالة لكنه مرة هيدا شو بيه هيدا لكنه مرة عباس لك هاي اسمها سوزي بتلعب العالم على الشكر بكر هيدا معقول راسه لك منا قمر بلا نظر بالمرة هيدا قمر لك هيدي قمر شو لك مو ملقطة عباس انا ما بظهر مع صعادين وقرود طيب ماشي الحرز لا انا خلص انت من اي فصيلة بتاعت القرود تاع افريقيا لك يا فريد لا كثير زودها مسؤولة عن جد ما توخزينا يا عمي روقي زرعيها بدقنا خلص طول بالك هلا وبلش ناغش انت حط ايدك حط ايدك بسمع منك ايه شو لك يعني دايما انت خليها هيك اجنس الطق وتموت ماك حابس شو لك ماك حابس برافو عليك ماك حابس برافو عليك برافو لا بقدر اتحمل اعبطيني حط ايدك علي كأنك انت عم تواسيني او شيء هلا عباس ضاق الباب ناطر حدا انت بعرف ايه تاع الفروج هلا وصيت وانت والله بعت لي واحد فروج مبروم على الدولاب يا عيني اجى الاكل لكن ايه بس خليك لا بقعد حط ايدك هيك وين لك لا فوق هيك على الشعر مع الشعر خلص خلص مش الحال خلص ما خلص خي مش الحال لا بقدر كاسي ما بتشرب عرق فريد؟ ايه فوتوا عباس هذا تاع الفروج فوت الفروج وفوتوا افصخ الفروج اثنين هيا تاع الفروج خلينا اجنس اهلا اجنس شو في؟ اجنس شو هيدا شو؟ What are you doing here? I come here to apologize. I want to come back. يا عن جد بدك ترجع عيلة؟ بدك ترجع لي عباس I changed my mind. I don't want anymore. ما بدك ترجع عيلة لا Why? Why هيدا your hand is with that girl? هيدا الهند ما الهند تاعيتي هيدا تاعيت عباس شو خاصني انا الهند وما الهند انت شايفتك حاطينها لا مش ايدي ما ايدي عباس bring her and I know he is married هو عباس هو دبر لي اياها ما انا انا دبرت لك اياها I'm going and I tell her to your wife لا شو بدك تقول لمرتي بدك تروحي تقولي لمرتك يا اجنس يا اجنس الله وين وفقك لك يا اجنس طولي بالك لك يا اجنس تفضلها
بليتنا بلوي طويلة عريضة هلا؟ انت اللي بليتنا عباس. انا اللي بليتنا؟ كنت رجعت لي، انت جيت زتيت البلوي القرفة. انا بلوي صرت هلا؟ لك مش انت اللي كنت حاطط ايدك هون على كتافها؟ بلا انا. ومش انت اللي قلت لي بدي اطلع من الجو دبر لي شي وحدة تانية؟ بلا انا. ومش انت اللي قاعد عم تغازل وما تغازل؟ لا ما انا. لك كيف تعمل لي اياها انا وما انا؟ انت اللي بلقتني هلا؟ هرجعك خليها تروح تخبر على زوجتك انه انت عم تجيب نسوان وتطب لي اولاد العالم والعيال. بيجي منك غير البلا انت؟ خلصنا هلا عنا بيت شغله. لك طولي بالك انت كمان. عارف شو عباس؟ شو؟ خليني الحق اجنس، ما زال هيك هيك راح تخبر زوجتك. ايه. خلص خليك معها، انتو بتطلبوا لبعضكم شبان ما بقشكم شيء. والله شو؟ ايه شبان. اذا بعد تحكي نص كلمه بطريك على خلقتك. انت ما ضيع بعد البونيه تاعيتي. بدك تلعبني ليها كرمبول عباس؟ انا بدي العبك يا كرمبول، ضربتني على البليك. اجنس. اي اجنس الحق؟